بص بقى، اول حاجه الرأي الطري. ايه الفرق بين الاثنين؟ بص، هو بالنسبه للمحلات بيعملوا الرقاق الطري اللي هو بيتعمل بشويه زيت مع الايه، مع الدقيق، او في ناس بتعمل الرقاق الطري هو الرقاق الناشف. بس الرقاق الناشف قبل ما بينشف بقى بيروحوا ايه، مقفلينه في كيس وسايبينه فيفضل طري على طول. لا، في بقى الاحلى منها اللي هي بالسمنه، عملناها مع بعض قبل كده، انا بعملها من العيد للعيد كده يعني، مش دايما بعملها. دي سهله جدا، هو كيلو الدقيق، كيلو الدقيق عليه معلقتين سمنة أو معلقة كبيرة سمنة، كيلو الدقيق عليه معلقتين كبار أو معلقة كبيرة بس، وملح ومية. أكتر من كده ما بيبقاش الرقاق الطري. أنا بسخن ثلاث طاسات أهو عشان أبدأ إن أنا أشتغل فيهم. بصوا بقى، أنا هنا جايبة نص كيلو دقيق، طبعا اعملي نص، اعملي كيلو اللي أنت عايزاه، اعملي نص وبعد كده نص تاني عشان ما تتعبيش نفسك وتحسي الموضوع صعب عليكي او تقيل. لا، ممكن تعملي نص نص، ولما تعوزي تاني تعملي. قاعدين فاضيين بقول لكم احلى رمضان، وبكره تقولوا نجلاء قالت احلى رمضان السنه دي باذن الله ان شاء الله على خير. شويه ملح، قاعدين فاضيين والعيله قاعده معاكو. بصوا بقى، ادي كده ايه معانا هنا نص كيلو ورشه الملح ومعلقه سمنه، مش يعني كبيره مش مليانه قوي، وميه اللي عايزه يا كارما. بصوا بقى، انا هصغر طبعا هنا الرقاق بتاعي، لان انا عندي ايه، عندي طاسات، مش عندي بقى زي الناس بقى ما شاء الله بيعملوا حاجه كبيره كده، انا عندي طاسات، فهحاول ان انا اعمل ايه، اصغر قوي الرقاقه، وانا بعمل بعد كده في الصينيه اجمعهم على بعض. بصوا اهم كده انا كورتهم كده، ابدا بقى افرد رفيع قوي. عشان افرد رفيع قوي وتبقى سهله معايا، لازم ان انا احط ايه، الرمله اللي بقول لكم عليها، اللي هو الدقيق الكتير اللي بيخلي العجينه تجري معايا من غير ما تتعبني. وطبعا مهم قوي ان انا اسيبها ترتاح. بصوا يا جماعه، انا دلوقتي بفرد في الايه، الرقاق بتاعنا بالشكل ده، ماشي، بسم الله بسم الله كده. قلت له يا حبيبي ريحه وريحك، ريحه وريحه، يريحك. بصوا بقى، بسم الله، حاجه سخنه كده اهو بالشكل ده، انا جايبه اهو كده عشان ايه، نعمل على ظهره برضو لو حاجه كبيره شويه. خلي دي بس عشان عايزه ايه، احط التانيه اعجنه دلوقتي فين الدقيق التاني. بص، حاضر، ثانيه واحده.